خلينا ننتقل مباشرة لتاني فقراتنا لليوم. وكان ولا يزال لدور النشر بسوريا حضور كبير واستمرارية رغم الظروف رغم الأزمات، إلا أنه عجلة النشر ما زالت موجودة وللناشرين دور كبير بتعزيز حضور القضية الفلسطينية بذاكرة الأجيال وذائقتهم الفكرية والثقافية، وأيضا التصدي للادعاءات الصهيونية وزيف الأكاذيب وتسليط الضوء يا ليلى على ثقافة وتاريخ فلسطين. تماما يا هايدي، ويبرز هذا الدور بتعزيز الهوية القومية، لأنه الحرب على فلسطين بأحد أوجهها هي حرب لإلغاء الهوية من قبل العدو. اليوم لنحكي أكثر عن هذا الدور. بصرنا نرحب بضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، وصباحكم فرح وسعيد بهالامطار هي اللي نحن عم نشوفها اليوم. الله يبعث الخير، امطار الخير والفرح ان شاء الله يا رب. وتلغي الازمات. نحن كنا عم تقولي بمقدمتك انه ازمات فعلا تمر، ليس سوريا فقط ولكن أكيد. المنطقه ككل بازمات، حروب، ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه. واليوم الاكثر رعونة هي الأزمة السياسية اللي سواها الكيان الصهيوني، هذه الحرب الشرسة على الشعب الفلسطيني يلي نحن كلاتنا من دافع بدمنا وبروحنا وبكل انتماءاتنا الوطنية والقومية. أصلا البوصلة الشعب السوري وبوصلة الناشرين السوريين هي كلاتها فلسطين، لذلك نحن كلاتنا ننشد أن يتم الخلاص من هذا الواقع المزيف اللي اليوم نحن عم نشوفه من خلال القنوات الفضائية ومن خلال هذا النقل لهذه المجازر الحقيقية، المجازر اللي هي لا تمثل الإنسانية بأي دور. نحن كناشرين أكيد لنا دور وباع كبير في توعية المجتمع بما يجري، إن كان على الصعيد السياسي أو إن كان على الصعيد التاريخي أو الإسقاطات الكبرى أو حتى على الكتب يلي يصدروها الناشرون، خليني أقول لوضع البوصلة الحقيقية للانتماء الوطني والقومي، إن كان للشعب السوري وإن كان للشعب العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ، وشكرا على المقدمة المهمة. خلينا هيك بداية ننتقل لأولى محاورنا، نحكي عن الدور الوطني للناشرين بتعزيز الانتماء والحفاظ على الهوية القومية. هلأ الناشر السوري هو مواطن سوري مثله مثل كل المواطنين. اليوم نحن ناشرين أو كتاب أو رسامين أو من يعنى بالثقافة إلهم صار أهمية أكبر أو إلهم حاجة أكبر أو إلهم خليني أقول ضرورة ملحة أكثر بالوضع الحالي اللي هو، لأنهم هن قادة مجتمع وقادة رأي لإبراز الدور الوطني والقومي لقضيتنا عموما وللقضية الفلسطينية كمان بشكل خاص، وإبراز أيضا الجانب الإنساني لما نملكه من حضارة. يعني نحن اليوم كل إسقاطاتنا كل منتجاتنا هي تعزيز الجانب الحضاري، كل منتجات الناشرين السوريين هي بالمعرفة والعلم تعزيز الهدف الإنساني النبيل، إن كان من خلال رواية عم تسلط الضوء على أي شيء بما فيه فلسطين، بما فيه القدس، بما فيه دمشق، بما فيه اليوم منقول الرياض، الكويت. نحن اليوم مجتمع عربي متكامل، ونحن كناشرين كقادة رأي مسؤوليتنا كلياتنا تعزيز هذا الانتماء وهذه الروح الوطنية أولا، ومن ثم تتجه إلى القومية من خلال إصداراتنا. نحن ما نملك سوى العلم والمعرفة، هذه الإصدارات اللي عم تجوب المعارض العربية وعم نشوف هذا الإقبال الكبير عليها بمعارضنا العربية، هذا هو مهمة الناشر، مهمة المؤلف، مهمة الرسام، مهمة المثقف عموما، هو إبراز الدور الحضاري والإنساني للأمة العربية ككل. تماما. يعني اليوم أستاذ الحرب على فلسطين هي حرب لإلغاء الهوية. نعم. يعني اليوم شو دور الناشر السوري بهي المعركة؟ هلأ شوفي،
أول شيء نحن فينا نأكد على دور مهم للناشر السوري. أول شيء تعرية الادعاءات الصهيونية. يعني اليوم نحن اليوم أمام وقت بيجي مثلا بالتاريخ وقت بيجي بيقولوا مثلا إنه إلهم مكان في فلسطين، هن أصحاب أرض وأصحاب مكاني العدو الصهيوني. هذا مسؤوليتنا نحن، مو بس مسؤولية الناشر، مسؤولية الناشر والمثقف والكاتب والمواطن العادي. إلغاء هذا الدور، على العكس تعرية فكرة أن تكون إسرائيل موجودة في هذا المكان. أصلا زرع إسرائيل في هذا المكان هو دور من أدوار اللي بدي يقول الناشر السوري، من خلال روايات، من خلال نشر التاريخ، من خلال رؤية، من خلال رؤية حضارية جديدة لتعميم ظاهرة إنه هذا المكان مكاننا، فلسطين فلسطين تبعنا إلنا. هذا هو الدور الأساسي. حيكون بتقلي طيب شو أدوات اللي يملك الناشر؟ حيملك كتاب، حيملك رؤية تاريخية بالاتفاق مع مؤرخ، حيعري الواقع المزري للكيان أو الواقع المزري لإسرائيل، من خلال أيضا تسليط الهمجية الإسرائيلية في التعاون مع أو التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا كله له دور. حتى اليوم نحن وقت بنقول ناشرين بنقول إعلام، الإعلاميين نحن كلياتنا هذا الدور تبعنا. نحن ليس دورنا دور خليني أقول عسكري، نحن ما قلنا هذا الدور العسكري، قلنا دور ثقافي. ونحن هذا الدور الثقافي نحن يلي بدنا نعززه، بدنا نأكد للطفل السوري الكويتي السعودي الجزائري، الطفل العربي عموما أو الطفل في الدول الإسلامية، أحقية الشعب الفلسطيني في هذا المكان. هذا دور مهم، دور تعزيز هذا الانتماء اللي انت قلتي عليه، الانتماء القومي عند الأطفال يترسخ للأجيال القادمة. وهذا دور يعتبر مو غير عادي، يعني دور مهم جدا، لأنه نحن اليوم ما بدنا الهوية تبعنا نفقد بريق الأمل، وما بدنا نحن نحس بنوع من الخزلان، لا، بدنا نحس بنوع من الأمل بأنه الانتصار قادم. أنا عجبتني مبارح إحدى الإعلاميات عم تقول إذا ما هذه الحرب بدنا ننتصر، بدنا ننتصر بالحرب اللي بعدها. هذا على فكرة بيأكد نوع من أنواع بس الأمل، ونحن هذا دورنا، بس الأمل وتعزيز ثقافة الانتماء وثقافة الوعي، وبأنه بالبوصلة تبعنا هي فلسطين. نحن اليوم مهما جانا من أزمات، أزمات ثقافية أو أزمات اقتصادية أو أزمات سياسية، لكن نحن ما ننسى أنه بوصلتنا الأساسية والأولى هي فلسطين. نحن اليوم في عنا مشكلة، نحن قلتي أزمات، نحن في عنا مشكلة، مشكلة اقتصادية، بدون ممكن تقول لك المواطن. نحن الآن هذا الدور أو هذا الوقت يلي بدنا نحكي فيه بهذا طبعا هذا الجانب وهذا الوقت، نحن الاقتصاد بالنسبة لنا هو أولوية، لكن أولوية الأولويات الانتماء الوطني، أولوية الأولويات الكبرى هو الانتماء القومي. هذا هو دور لازم يسعى له كل إن كان الناشرين، الكتاب، المثقفين والمواطنين العرب. تمام. ورغم الأزمات اللي حكيتها حضرتك والصعوبات والحصار، أيضا أكيد عم نشوف دور كبير للناشرين السوريين باستمرار عجلة الحياة الثقافية. خلينا نحكي عن هذا الدور. طبعا نحن اليوم رغم كل الأزمات اللي نحن عم نمر فيها نحن متواجدين، ونحن كنا من يومين بمعرض الكويت، ومعرض الكويت كان في إقبال كتير مهم وكبير للناشر السوري، وهذا الدور المهم يلي بيعزز انه ثقافتنا متجددة، ثقافتنا دائما ثقافة عطاء، ثقافة امل. رغم كل الواقع اليوم عفوا يعني انا خليني احكي، اليوم بيجي العدو الاسرائيلي بيضرب مطار دمشق من سافر من اللاذقية، بيجي بيعمل مدري شو من سافر من بيروت. اذا نحن هذا الامل يلي نحن عم نشتغل عليه نحن ما وقفنا. اليوم قطعونا الانترنت نشتغل باتجاه اخر، صار في عنا مشكله اقتصاديه نحن في عنا بدائل، لانه نحن شعب حي،
شعب يملك الإرادة. ونحن مهمتنا كلياتنا بالمعارض العربية أو المعارض الدولية إظهار روح الأمل والتفاؤل وإظهار حضارة السورية الراقية، الحضارة السورية اللي تبني الشعوب اللي هي أساسها السلام. السلام نحن رؤيتنا كلياتنا، نحن شعب ما منحب الحروب، لكن منحب ناخذ حقوقنا. نحن لا نتخلى عن حقوقنا ولا نتخلى عن أراضينا ولا نتخلى عن مبادئنا ولا نتخلى عن أهدافنا، لكن نحن بنفس الوقت شعب مسالم يحب السلام، يحب المعرفة ويحب العلم ويحب التعاون، ومشهور أصلا على مدار التاريخ هذه الأرض، الأرض الطيبة اللي هي سوريا، هي اللي عززت وكانت هي محور الحضارات في العالم. تمام. مشاركات عديدة طبعا أستاذ لكم ضمن المعارض، وذكرت أنه آخر معرض كان معرض الكويت. خلينا نحكي هيك بشكل مفصل كيف يتم التحضير لألون وكيف يتم المشاركة بهي المعارض. هلأ نحن المعارض نحن منشارك بتقريبا عنا ما بين 20 ل 25 معرض في الوطن العربي. هدول المعارض بيتم فيها عرض ما يملك الناشر لإدارة المعارض. إدارة المعارض مثلا الكويت، هلا نحن بعد يومين او بكره افتتاح معرض جدة. المشاركة بتتم من خلال إدارة المعارض، تعطي موافقة على إدخال هذه الكتب إلى البلد تبعها، وموافقة لإدخال أو مشاركة الناشر في هذه الدورة من المعارض، وبيتم شحن المعارض. نحن بنحاول أن يكون شحن جماعي من سوريا، بنشحن للبلد اللي فيها المعرض، وبيتم طبعا وصولنا للبلد وعرض المنتجات. بنحاول نحن ان تكون منتجاتنا في معرض مثلا معرض الكويت هي اهم منتجات الناشر. يعني ربما مثلا ناشر عنده 1000 عنوان، فهو بيختار 400 300 200 الاحدث والاهم للمشاركة في هذا المعرض. والأهم من هيك بيحاول الناشر أن يشارك في النشاط الثقافي المصاحب لهذا المعرض، من خلال الندوات، من خلال المحاضرات، من خلال ربما الورش، من خلال حفلات التوقيع. حفلات التوقيع تعتبر مادة دسمة وتعتبر نشاط أنا بسميه بروتوكول اجتماعي مهم. اليوم مثلا أول شيء بتنمي الكاتب، وفيك تصنعي من خلالها كتاب جدد، وفيك أيضا تعززي قيمة الكتاب القدامى أو الكتاب المشهورين بأن يتم زيارة القارئ، بيكون لأنه الكاتب موجود على طاولة بدور النشر، بيجي القارئ بيتحاور مع الكاتب، وربما بعض الأحيان يسأله سؤال له علاقة بتفاصيل مهمة في كتابه، وربما على فكرة في بعض الأحيان يعزز هذا التلاقي ما بين القارئ والكاتب في أيضا في تطوير صناعة الكتابة. لا نحن هدفنا تطوير صناعة النشر بالعموم، فنحن اليوم نعمل بما حاجة المجتمع لهذا الكتاب. وطبعا بصير في لقاءات في المعارض، أحيانا بصير لقاءات بين ناشرين وناشرين، بصير في تعاون، بيصير في رفع مستوى ثقافي، بيصير أيضا ربما عقد اتفاقات وبروتوكولات بين دول. نحن مثلا موقعين اتفاقية وبروتوكول بين سوريا ومصر، ونحن هلأ بدنا بمعرض القاهرة بشهر واحد هنروح نعزز هذه الاتفاقية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. إذن المعارض إلها أكثر من وجهة وأكثر من طريقة لتسليط الضوء على الكتاب وعلى المعرفة وعلى العلم. وأنا برأيي المعارض الآن هي النواة الأولى لدعم القراءة، ودعم القراءة هي حاجة للمجتمع كلياتنا. ونحن اليوم منقول الثقافة هي الحاجة الماسة للمجتمع، وقت منقول الثقافة
هو النمط الأول أو الوسيلة الأولى للثقافة هو الكتاب. تمام. ونحن اليوم وقت بنقول كتاب بنقول قراءة. ولما نقول كمان قراءة وكتابة كتب معرفة ثقافة لابد أنه نذكر أستاذ هيثم فئة الأطفال اليوم. نعم. لتعزيز هي المهارات عندهم. خلينا نحكي اليوم بدور النشر في كتب أو مؤلفات معينة اليوم للأطفال. نعم. ليتعرفوا على قضايا الوطن، على تعزيز الانتماء للوطن وحب الوطن. نعم. وتحديدا يمكن إذا عم نحكي عن القضية الفلسطينية وترسيخها لهدول الأطفال. بدي أكد لك على شيء مهم جدا جدا. اليوم يمكن إذا تطلعي على أول شيء الناشرين السوريين، بتلاقي 30 40 20 ببعض الأحيان من منتجاتهم عم تكون متجهة للأطفال. نحن حتى بدي أقول لك على شيء مهم، نحن حتى سوريا تعتبر من الرواد في إنتاج وصناعة كتاب الطفل في الوطن العربي. وبدي أكد لك على شيء مهم بعدين هجاوبك على سؤالك، إنه الوطن العربي اليوم عم ينمي صناعة كتاب الطفل. اليوم صار في عنا معرض لكتاب الطفل في الشارقة، تمام، في عنا معرض في القاهرة، من يومين انتهى معرض في المغرب كتاب الطفل. وبسوريا أنا بدي بسلكم يعني إن شاء الله بشرة، نحن قريبا حنعزز بثقافة الكتاب الطفل بمعرض خاص ومتخصص للأطفال. ليش؟ ليش نحن من الأطفال؟ لأنه نحن بدنا ننمي فيهم، أول شغلة بدنا ننمي فيهم العلم والمعرفة. والعلم والمعرفة بدون أخلاق لا شيء. فإذا تنمية العلم وتنمية المعرفة من خلال خليني أقول مظلة أخلاقية. وقت بتقولي مظلة أخلاقية معناتها عم تحكي على الانتماء الوطني أو الانتماء القومي. إذا نحن اليوم حبنا لفلسطين، كل ناشرين السوريين بتلاقي عنده كتاب عن القدس، بتلاقي عنده كتاب عن فلسطين. اليوم نحن كلياتنا عم نعزز الروايات الجديدة، كلياتنا عم نقدم مستويات كتير كبيرة في موضوع القدس وفلسطين. وهذا يعتبر على فكرة، يعني أنا ما بدي أقول نحن عملنا دورنا، هذا هو أقل دور نحن ممكن نقوم فيه كناشرين سوريين، لأنه نحن نعزز قيمة المقاومة وثقافة الانتماء الوطني وثقافة الانتماء القومي. نعطي أهمية للقدس. القدس تبعنا مو للآخرين، مو لإسرائيل. القدس هذه القدس، القدس ستبقى عربية. هذا مفهومنا أنا وياك، ومنقول للكتاب العرب والكتاب السوريين الموجودين. خلينا اليوم هذا الشيء اللي نحن اليوم عم يصير عنا أو صار عنا من خلال هذه الحرب. صح. الهمجية الشرسة على الشعب الفلسطيني، خلينا نرفع ونعزز من قيمة الانتماء القومي بكل شعوب الوطن العربي. وأنا بدي أضيف شغلة مهمة. اليوم الجوائز التي تقدمها الدول العربية للكتاب أو للناشرين أصبحت اليوم البوصلة تبعها فلسطين والقدس. فمثلا بتلاقي بعض الجوائز اليوم مثل جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، قالت إنه الدورة القادمة حتكون جوائز إلى علاقة بفلسطين. هذا بيأكد على أنه كل الشعب العربي اليوم، كل الشعب العربي في 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 خليني أقول غليان شعبي مع شو؟ مع هذا الانتماء القومي والوطني. أصلا يعني من أساسيات انتمائنا الديني حبنا لفلسطين والقدس، وهذا أصلا كمان بده يعزز قيمتنا كمواطنين كجمهور. أنا ما بدي أحكي كلام من أجل الكلام، بدي أحكي من بيئة حقيقية. الشعب السوري كلياته اليوم أمك وأمي كلياتنا ربينا على حب فلسطين. ونحن كلياتنا نتذكر القصيدة الأولى اللي كانت موجودة عنا بصف الأول لشاعرنا المرحوم الله يرحمه سليمان العيسى، شو بتقول؟ فلسطين وداري. تتذكري هذا الكلام؟ أكيد. ليه؟ لأنه نحن عم نعزز قيمة الانتصار، قيمة فلسطين، قيمة الحب لفلسطين وللأقصى وللقدس
إذا نحن كلياتنا مبنيين بناء وطني وقومي. أكيد يعني اليوم دوركم كتير مهم أستاذ هيثم، دور الناشرين ودور كل شخص من مكانه كإعلامي أو كطبيب مثقف ناشر كاتب، كل فئات المجتمع اليوم دوره تعبر عن حبه ودعمه لأهلنا بفلسطين وللقضية الفلسطينية. وأكيد بدنا نتشكر دوركم الكبير ونترحم على أرواح الشهداء بفلسطين، وشكرا لحضورك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتها. الله يسلمك ويعزك. وأنا بدي أقول على شغلة طلعت معي هلأ، من الآن حتى نهاية هذا العام يعني هذا الشهر الموجودين معه، حنقول بدار النشر تبعي أي كاتب أو أي مؤلف عنده شيء بخص فلسطين فنحن جاهزين لنشره ونعزز ثقافة خليني أقول المقاومة وحب فلسطين وحب الروح الوطنية. وأنا بشكركم وبشكركم على هذا الصباح الفرح اللي مفعم بالحيوية والنشاط والقومية وحب فلسطين. أكيد يعطيك ألف عافية لأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، ومشكورة جهودكم وإن شاء الله بالتوفيق بأعمالكم القادمة. شكرا كثير لك.